نتائج المراسلة 2022. نتائج ثبات المستوى المراسلة 2022 جميع الولايات في الجزائر onf.edu.dz سلطة. الاستعلام عن نتائج المراسلة 2022 في الجزائر. رابط الاستعلام عن نتائج المراسلة 2022 onf.edu.dz سلطة. تلك مباشر نتائج امتحان ثبات المستوى. نتائج المراسلة 2022 onf.edu.dz سلطات كانت ولا تزال واحدة من أكثر المصطلحات رواجاً من قبل الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر وفي جميع محافظاتها. نتائج ثبات المستوى المراسلة 2022 جميع الولايات. أتوقع موعد ظهور نتائج اختبار إثبات المستوى الذي أجراه الطلاب في الأيام الأخيرة، ونتيجة لذلك تتقدم محركات بحث جوجل كروم لتحديد توقيت الكشف عن نتائج 2022 للمراسلة. يظهر فيه وبالفعل وبعد طول انتظار حان الوقت للاستفسار عن النتائج بعد أن كشفت الوزارة عن ظهورها بالفعل. تفاصيل مراسلات السنة الدراسية التي مرت 2021 إلى 2022 في جميع ولايات الجزائر. توفر الأسطر التالية إذا من المعلومات حول هذا الموضوع. مواعيد ظهور نتائج المراسلة في الجزائر. نتائج المراسلة في يوم الاثنين 18 جولية. أضرار الأغواط بتنت استيف الجلفة المدية تمراس تسمميليت قسنطينة. نتائج المراسلة في يوم الثلاثاء 2022 جويلية 19. بسكرة تيزي وزو سعيدة بشار عين الدفلة تيارة عنابة مستغانم سوق أهرز. نتائج المراسلة يوم الأربعاء 2022 جويلة 20. الجزائر بجاية تلميسان وهران كيكدة ورقلة شلف تبيسة الوادو. رابط الاستعلام عن نتائج المراسلة 2022. يتم إتباع الخطوات الأساسية التالية للحصول على النتائج الخاصة بنتائج المراسلة أونلاين. أولاً الدخول على موقع الديوان الوطني والتكوين والتعلم عن بعد من خلال هذا الرابط. يتم تحديد نتائج مراسلات اختبار إثبات المستوى وإدخال رقم تسجيل الطالب والنقر فوق خيار عرض النتائج. يتم نشر النتيجة لاحقاً في بضع ثوان. ظهرت أمس نتائج مراسلات عام 2022 في دولة الجزائر كما ظهرت يوم الاثنين الموافق 18 من يوليو 2022 بعد انتظار الطلاب وأولياء الأمور لإعلان النتائج في أي وقت في مختلف الولايات. دولة الجزائر وتم إعلان النتائج. بعد إعلان انتهاء إجراءات التصحيح والمراقبة والتدوين نشر المكتب الوطني للتعليم والتدريب النتائج الحالية.